من الآيات يجمع حوله دنيا فتزهر رحمة ورقيا. هذا كتاب الله أنزله هدى قد فصلت آياته عربيا. ذكر من الرحمن قد أوحى به الروح الأمين لأحمد مرويا يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العلي العظيم. نشاهد في هذه الآية الربط بين تقوى الله الذي يسأل عنه الإنسان وبين الرحم. جعلهم الله عز وجل متساويين في عرض واحد، تقوى الله والسؤال أيضا عن الرحم. الرحم أخذت من رحم المرأة ثم استعير معناه بكل قرابة قريبة أو قريب رحم بعيد للإنسان. الرحم كما تعلمون هناك رحم قد يكون بعيدا للإنسان أو قد تكون قريبة، كمثل الوالدين من الأرحام القريبة جدا، الجد، الجدة، الأخ، الأخت، الخال والخالة، ثم يأتون أبناء هؤلاء. هذه تعتبر من الأرحام القريبة للإنسان. في زماننا اليوم مما يؤسف له، كثير من الناس يخفض من مستوى العلاقة مع الأرحام إلى درجة قد ينسى يتصل بأمه يوميا، قد يغفل أن يتواصل مع أمه أو أن يذهب إلى أبيه لزيارته. الإنسان يعيش حالة في هذا الزمن من الانشغال الكثير، من الانشغالات الكثيرة، ولكنه يغفل عن الأمور الأهم، ومن الأمور الأهم صلة الرحم. ومما يؤسف له أيضا حينما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، نشاهد بعض الناس حينما يريد أن يسافر إلى مكان كانوا سابقا يزورون الأرحام ويسألونه: حاج أمارة، أنا مسافر بكرة، تبغى شيء ولا ما تبغى شيء؟ حاج أمارة على العين والرأس. كانت الناس تزور بعضها بعضا. طيب قلنا يا جماعة الناس مشغولة مسكين، يلا ما عليه. لكن ليس من اللطيف أبدا أن الإنسان يكتب رسالة مسج: يلا بابا أنا مسافر، ماما أنا مسافر، يا أختي أنا مسافر، ويكتب مجرد رسالة. الرسالة للأسف لا تغني بهذا المستوى، على الأقل اتصال، على الأقل ذهاب إذا أمكن، أو اتصال هاتفيا أن يسمع الأب والأم صوت الابن والبنت. نعم ذاك بحث آخر، إذا كانت هناك بعض الأرحام بينهم قطيعة ومشاكل، والاتصال بذلك الرحم قد يؤدي إلى مشاكل أخرى، نعم هنا تقتضي المصلحة بعدم الاتصال، وهذه حالات نادرة جدا. أما في الحالات الطبيعية جدا ينبغي على الأبناء التواصل مع الآباء، وليس بالرسائل بالإس إم إس أو عن طريق واتساب وغيره: والله أنا مسافر. إذن هذه الحالة للأسف قد تكون لا سمح الله مصداقا لقطيعة الرحم وليس لصلة الرحم. هناك من الناس قد يتساهل في قضية قطيعة الرحم، قد يزعل أيام وشهور على أمور بسيطة جدا، على أمور تافهة جدا، بل وحتى لو كانت جدية هل تستحق القطيعة؟ الناس للأسف في غفلة عن آثار القطيعة، لما إذا قطع رحمه فهو في غفلة عن آثار هذه القطيعة. هناك روايات كثيرة وردت: الذي يقطع رحمه ينقص الله عز وجل من عمره، كان عمره مثلا 60 سنة
لأنه قطع رحمه ينقص الله من عمره إلى 30 سنة. وهناك آثار تترتب على مستوى الرزق أيضا، آثار تترتب على مستوى الاقتصاد الأسري، على الاقتصاد الداخلي الموجود في العائلة. كثير من الناس قد يشتكي، يقول أنا تجيلي فلوس الحمد لله، لكن ما صار نهاية الشهر إلا تخلص، كيف تخلص؟ ما أعرف. الجواب الجكمن، لأن هناك قطيعة رحم قد حصلت في الأسرة، ولذلك الله عز وجل حينئذ لا يبارك في الأموال. وإذا جاء الإنسان ووصل رحمه حينئذ تنمو الأموال. هناك روايات وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، في مضمونها أن صلة الرحم تنمي الأموال، حتى ولو كان أهل هذه الصلة غير أخيار، بل قد يكون فجرة، ولكنهم يصلون أرحامهم، الله يزيد في أرزاقهم ويزيدهم في أعمارهم، لأن صلة الرحم قاعدة كلية، قانون موجود في هذا الوجود الذي يقوم بصلة رحمه، سواء كان كافرا، كان فاجرا، كان مسلما مؤمنا، فإن الله عز وجل يزيده في رزقه ويزيده في عمره. أما إذا كان فاجرا أم إذا كان مؤمنا ولكنه قاطع لرحمه، فإن الله عز وجل يقفض من عمره من مستوى عمر معين إلى مستوى عمر أقل ودون ذلك. وجاء شخص إلى أحد الأولياء وقال له: يا ولي الله، إن هناك لي أرحام يؤذونني، يقاطعونني، يسبونني، ماذا أصنع؟ فقال: صلهم وإياك أن تقطعهم. قال: هم قطعوني. فقال له: إذا قطعتهم قطعكم الله عز وجل، كلاكما ستصبحان في عرض واحد. أما إذا أنت وصلت رحمك وكان ذلك الرحم لا يصلك، الأثر السلبي القانون التكويني سيتحرك ضده وليس ضدك، لأن ذاك الذي قطعك ولست أنت. ولذلك نلاحظ أيضا في الروايات حث شديد على ضرورة صلة الرحم، لأن صلة الرحم من آثار صلة الرحم أنها تزيل سكرات الموت، أو تخفف أو تهون من سكرات الموت. ما معنى سكرة الموت؟ سكرة الموت في الحقيقة تأتي إذا كان الإنسان عند الموت، يعني ما باقي إلا شوية وقد يموت. هذه سكرة الموت عبارة عن سحب الروح من البدن، الإنسان لا يشعر ماذا يحدث فيه، ماذا يحدث له، إلا الذي يكون يعاني من سكرات الموت. في بعض الروايات: لألف ضربة بالسيف أهون على الإنسان من سكرة واحدة من سكرات الموت. لاحظت كم هي شديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يوفقنا لصلة أرحامنا، وأن يجنبنا قطيعة أرحامنا، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويث من الآيات يجمع حوله، دنيا فتزهر رحمة ورقيا، هذا كتاب الله أنزله هدى، قد فصلت آياته عربيا، ذكر من الرحمن قد أوحى به الروح الأمين لأحمد مرويا، يهدي بنور الله أقوم دربه، بحروفه يمشي الزمان سويا.